مساء الخير. الأسهم العالمية شهدت ارتفاع عموماً مع ارتفاع الأسهم الصينية بهونغ كونغ يلي أتت مدعومة بالتقرير الإيجابي يلي صدر الأسبوع الماضي حول الوظائف بالولايات المتحدة. هالتقرير عزز احتمال رفع أسعار الفائدة. تداول الأسهم العالمية عند مستوى قياسي مؤشر على ثبات النمو بالولايات المتحدة وأوروبا وبيظهر علامات تحسن بالاقتصاد الصيني. وهيك ارتفع مؤشر MSCI بنسبة 0.7% الساعة 8:17 دقيقة بتوقيت لندن. على صعيد العملات عم نشهد تراجع للدولار أمام سلة من العملات الرئيسية. وصل اليورو ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي فأضاف 0.1% ليوصل ل 1.0685 أمام الدولار، أي ارتفاع بنسبة 0.9% من يوم الجمعة. وكذلك الأمر بالنسبة للباوند يلي ارتفع بنسبة 0.4%. وأخيرا الين شهد ارتفاع بنسبة 0.2% أمام الدولار. بالانتقال للنفط، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% ليوصل ل 48.34 دولار للبرميل. بيكون هالخام شهد تراجع بنسبة 10% على مدى الأيام القليلة الماضية. فودافون بصدد خلق أكثر من 2000 وظيفة جديدة بالمملكة المتحدة ضمن خطة للتوسع بمراكز خدمة العملاء. بذكر أنه لدى الشركة 18 مليون مشترك بالمملكة وحاليا بتوظف 3700 عامل لخدمة العملاء. وأخيرا بعد ضغوط المساهمين على مصرف HSBC بسبب تراجع الأرباح، قام المصرف بإعادة النظر بمجلس الإدارة وعين مارك تاكر رئيس للمصرف. عقب هالتعيين ارتفعت أسهم المصرف بنسبة 0.9% الساعة 8:30 بتجارة لندن. هيدا كان كل شي لليوم، أنا بشوفكم بكره.